تشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من 1,227,000 شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من 1,197,000 شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من 952,000 شخص.